بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد الجزء الثاني من شابتر 2 الخاص بكورس السويل ميكانيكس. والجزء الثاني برضك هو علاقات هامة لازم نبقى واخدين بالنا منها من السويل ميكانيكس. عندنا في حاجة اسمها روتر كونتنت. روتر كونتنت ده عبارة عن وزن المية على وزن السوليد. يعني انا بيبقى عندي علبة فاضية كده بوزنها، وبعدين ارجع احط فيها تربة ووزنها تاني. يعني لو كان ده دبليو واحد وده دبليو اتنين، وبعد ما بوزنها تاني بحطها في، طبعا هي فيها مية فبتتوزن في المية، فلو طرحت الاتنين من بعض هيديني الدبليو توتال اللي هي دي. بعدين بحطها في الفرن، لما بحطها في الفرن ايه اللي بيحصل؟ المية بتطير، فبوزنها اللي هي دبليو 3 واطرحها من دبليو 1 فهيديني الدبليو اس اللي هي دي. طبعا لو طرحت دي ناقص ديت هيديك وزن الميه، وبعدين اقسم وزن الميه على الدبليو اس اقدر اطلع الووتر كونتنت ايه بتاعتي. في بقى علاقتين مهمين جدا، ان الفي توتال بتساوي الفي اس في 1 زائد مين اي، وان الاس في الاي بتساوي جي اس في الووتر كونتنت. طبعا لو انت مش مصدق العلاقه دي ممكن تثبتها لو انت عارف الايه الفيرست برينسيبل بتاعتهم. يعني الاس دي معروفه ان هي مين؟ الفي ووتر على الفي فويد، والاي عباره عن الفي فويد على الفي اس. فلو طيرت دي مع ديت فالكلام ده طلع لي في الاخر، هيطلع لي في الاخر اللي هو ايه اسف هيطلع لي هنا في الاخر اللي هي الفي ووتر على الفي اس. طيب والجي اس عبارة عن الدبليو اس على في اس جاما ووتر اللي هي وزن المية على حجم المية مقام المقام بسط، يبقى هنا في ووتر مضروبة في الووتر كونتنت اللي هي ايه؟ معروف الووتر كونتنت اللي هي وزن المية لسه قايلينها على الدبليو مين اس. فلو طيرت دي مع ديت وطيرت دي مع ديت هتطلع لك في الاخر برضك في ووتر على الفي مين اس اللي هي ديت. يبقى انا عندي الطرفين متساويين، ودي علاقة بنحل بيها مسائل كتيرة. كده انت خلصت العلاقات الرئيسية بتاعت السويل، لكن في بقى علاقة مهمة جدا او خاصية مهمة جدا من خواص التربة، ودي اللي هنتعرض ليها ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية، اللي هي اليونت ويت بتاعت السويل.